بعضهم ربما قد يحفر مثواهم قريبا. 50 حفارا في مقبرة العاصمة الإندونيسية يتسابقون لدفن ضحايا الجائحة. 20 قبرا جديدا على الأقل يوميا بالكاد تكفي، وعداد الموتى في ازدياد. لقد كنت أعمل حفار قبور لعشرات السنين، ولكن هذه هي المرة الأولى التي أشعر فيها بالتعب بهذه الطريقة جراء هذا الوباء. ربما يكون هذا اختبارا من الله بالنسبة لي، لا أعلم. هنا المستراح، حفر وألواح تحمل أسماء الضحايا وتواريخ الميلاد والوفاة، لكن الحفارين لا يشعرون بالارتياح. أكثر ما يثير القلق هو تفريغ نعش من سيارة إسعاف، لأننا يجب أن نلمسه، لذلك لا يمكننا تجنب اتصاله المباشر بجسمنا. نحمله ونضعه في الحفرة، بعد دفنه نشعر بالارتياح قليلا. الحفارون تحت لهيب الشمس الحارقة يكافحون مخاوف التقاط العدوى، وصورا نمطية عنهم طبعت في أذهان الآخرين. نأخذ النعش من سيارة إسعاف ونحمله إلى الحفرة وندفنه فورا. يجب أن يتم كل شيء خلال دقائق. كما أعاني من ردات فعل أصدقائي وجيراني، لقد تغيرت نظراتهم إلي، باتوا يتصرفون بشكل مختلف، إنني أشعر بذلك حتى وإن لم يتكلموا. مع اجتياح الوباء تحديات كبيرة تواجه هؤلاء، مخاوف التقاط العدوى وعطش وجوع بالكاد يحتمل في رمضان تحت شمس لاسعة في سبيل إكرام الموتى بإيوائهم الثرى.